نيجي لبرج العقرب. برج العقرب كل الافكار اللي كان عاملها الفتره اللي فاتت سواء ست او راجل هتتم لهم الفتره ديت. يعني لو مكلمين حد ارتباط ولا كل لا خلينا نقول عمليا اكتر. الارتباط هم ما بيغلبوش. اوكي في الارتباط ما بيغلبوش فعلا. اوكي سواء ست او راجل. عمليا كل البلان اللي هم كانوا بيرتبوا لها هتتنفذ، وهتلاقي في ناس بتظهر لهم يساعدوهم. اوكي لان داخل في حياتهم الفتره ديت ناس جديده كتير.